تعرف على تاريخ الانقسام بين إسبانيا والباسك. لماذا تريد كاتالونيا الانفصال؟ تواجه الحكومات الإسبانية المتعاقبة أزمة مع إقليم كاتالونيا الذي يطالب بالانفصال عن المملكة الإسبانية منذ قرون طويلة، حيث يشهد الإقليم احتجاجات عنيفة على مدى 5 أيام أعقبت الحكم بسجن قياديين انفصاليين في الإقليم. لكن أزمة كاتالونيا ليست بجديدة على الأحداث العالمية، فالمقاطعة الكاتالونية التي حصلت على الحكم الذاتي بشكل رسمي من الحكومة الإسبانية في أعقاب الحرب الأهلية الإسبانية، لكن على الرغم من ذلك لم تكن أوضاعها مستقرة طوال الوقت. ويقع الإقليم في أقصى شمال الشرق لإسبانيا، وتفصله جبال باراناس عن منطقة جنوب فرنسا الذي يرتبط بها الإقليم بعلاقات وثيقة. وبسبب تضاريسه التي تفصله عن إسبانيا، يعتقد معظم سكان الإقليم منذ القدم بأن المقاطعة مستقلة عن إسبانيا ولها هويتها المستقلة. وبحسب عدد من التقارير، فإن حمى الانفصال في كاتالونيا تعود قبل أكثر من 1000 عام من الآن. ففي سنة 718 ميلادي فتح مسلمو الأندلس كاتالونيا، وبقيت في أيديهم بكاملها حتى سنة 760، عندما بدأ الفرنجة القادمون من الأراضي الفرنسية في انتزاعها منهم شيئا فشيئا، إلى أن استولوا عليها بالكامل سنة 801. وكون الفرنجة إقطاعيات في إقليم كاتالونيا من مواطنيه الأصليين، تتمتع بحكم ذاتي وسلحوها جيدا لتكون تلك الإقطاعيات بمثابة حاجز دفاعي تنكسر عليه محاولات الغزو الإسلامي الأندلسية. وكان حكام كاتالونيا خاضعين لملوك الفرنجة إلى أن تمرد عليهم كونت برشلونة ويلفريد الملقب بالمشعر أو كثيف الشعر، واستقل بإقطاعيه سنة 978، وتلاه من سلالته في الحكم ابنه سونيير، ثم حفيده بوريل الثاني، وآخرون من نسل الأسرة. وفي سنة 1137 عرض ملك أراغون راميرو الثاني على كونت برشلونة رامون بيرينجر الرابع أن يزوجه ابنته بترونيلا التي ستصبح ملكة أراغون، فوافق الحاكم الكاتالوني على العرض وخضع بذلك لتاج أراغون الذي تكفل بعد هذا الزواج بحمايته من محاولات غزو الفرنجة. وأصبحت كاتالونيا منذ ذلك الحين محل نزاع متواصل بين تاج أراغون والتاج الفرنسي. وفي سنة 1479 كان زواج الملوك الكاثوليك إيزابيل ملك قشتالة وفرديناند ملك أراغون النواة الأولى لتكوين مملكة إسبانيا، وأصبحت كاتالونيا بذلك جزءا من المملكة الإسبانية. وثار الكثيرون الكاتالونيين بمساعدة من الفرنسيين على التاج الإسباني في الفترة ما بين سنتي 1640 إلى 1652، بدعوى تعديه على حقوق كاتالونيا التقليدية في الحكم الذاتي خلال حرب 30 عاما، بيد أن العرش الإسباني استعاد الأراضي الكاتالونية ما عدا مقاطعة روسيون التي احتفظت بها فرنسا، واعترف التاج الإسباني بعد ذلك بحقوق الحكم الذاتي الكاتالونية. وأدى سقوط برشلونة يوم 11 سبتمبر 1714 في يد فيليب الخامس إلى القضاء على آمال أسرة هابسبورغ في اعتلاء عرش إسبانيا، خاصة بعد التوقيع على معاهدة أوتريخت، وأصبح فيليب الخامس ملكا لإسبانيا، ولكنه كان يشعر بأن سلطات كاتالونيا قد خانته بعد أن أقسمت له على الولاء سنة 1701، ثم تحالفت لاحقا مع غريمه كارلوس، فأعلن خضوع تاج أراغون وكل مقاطعاته بما فيها كاتالونيا إلى تاج قشتالة سنة 1716، وألغى كل المؤسسات وحقوق الحكم الذاتي الكاتالونية. وفي النصف الأخير من القرن التاسع عشر تحولت كاتالونيا إلى مركز صناعي، وأصبحت منذ ذلك الحين وباستمرار أهم المراكز الصناعية في إسبانيا وأكثرها تقدما. وبعد إعلان قيام الجمهورية الثانية في إسبانيا بين سنتي 1931 إلى 1939، استعادت كاتالونيا مؤسسات الحكم الذاتي سنة 1932، وأصبحت اللغة الكاتالونية لغة رسمية إلى جانب اللغة الإسبانية. لكن قوات الجنرال فرانكو قامت بعد 3 سنوات من الحرب الأهلية بدخول برشلونة سنة 1939، ونتيجة لذلك ألغيت المؤسسات الكاتالونية وتم حظر استخدام اللغة الكاتالونية في المعاملات الرسمية،
حتى سنة 1975، وهي السنة التي توفي فيها الجنرال فرانكو الذي حكم إسبانيا بيد من حديد عبر نظام ديكتاتوري، وتسبب ذلك في ظهور حركة إيطا الانفصالية في الإقليم على يد مجموعة من الطلاب المتطرفين المنشقين عن جماعة أكين المنشقة بدورها عن الحزب القومي الباسكي التي تتخذ من القوة وسيلة للمطالبة بالانفصال. وفي سنة 1978 جرى استفتاء شعبي لإعادة الحياة الديمقراطية إلى إسبانيا، صوت خلاله 90% من مواطني كاتالونيا لصالح الدستور الإسباني الجديد الذي ينص على وحدة الأمة الإسبانية التي لا تنفصم، ويضمن ويعترف بحق الحكم الذاتي للقوميات والأقاليم التي تتكون منها إسبانيا ومن بينها كاتالونيا. ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم ينتهي حلم الانفصال، وشهد الإقليم سلسلة طويلة من الاستفتاءات والاحتجاجات المطالبة بالاستقلال في ظل رفض تام وعنيف من جانب الحكومة الإسبانية التي ترى أن الإقليم جزء لا يتجزأ عن الوطن الإسباني، وأي محاولات للانفصال هي أمور خارجة عن القانون.